بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء من هنا من هذا الميدان عاصمة الميادين نقدم لكم هذه التحية، هذه التحية التراثية من هذا اليوم وهو اليوم الثاني على التوالي من أيام جائزة زايد الكبرى التي تحتضن هذه الأسماء والأسماء وأهل الهجن الذين توافدوا من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق للمشاركة في هذا الميدان وفي هذا الكرنفال الشعبي الكبير. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نسير مباشرة الى المركز الاول والى المقدمة وهناك مأرب، مأرب هنا في هذا المساء ياتي بهذا الاسم التاريخ ويتواجد سد مأرب هناك كما يتواجد مأرب هنا في هذا المسار الفندي بن سيف بن مبارك المزروعي، ولكن التغيير الذي طرى وجرى في هذه اللحظات الجميلة وفي هذه اللحظات الممتعة هملول علي بن سعيد بن سالم الاكتبي غير إلى المركز الأول وغير إلى الصدارة بينما النقلة إلى ثالث المراكز والوصول هناك من سراب أو هناك على ثالث المراكز. هناك الوصول والتحرك في هذه اللحظات الجميلة من مشغل يا مشغل وصل في هذه اللحظات وسالم بن علي بن راشد الغيلاني وصل في هذه اللحظات وبدأ يجدد الأماني وينطلق إلى المركز الثاني المركز الثالث وصل والتحدي هناك مع شاهين سالم بن علي بن عوي الشامسي الواصل على ثالث المراكز والمتقدم في هذه اللحظات الجميلة والرائعة والممتعة في هذا المسار حيث التجمع وحيث التسللات وأيضا الوصول على رابع المراكز الوصول من سراب واللملبي وصل في هذه اللحظات عبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي الاكتبي الاكتبي وصل في هذه اللحظات ضمن الأسماء الواصلة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. إذن الوصول والتجاوز هناك التجاوز والتحرك من الغزال بشعار سعيد بن عوض بالكيلة العامري وصل إلى المقدمة وصل هناك من المناطق الخلفية ولكن الوصول على خامس المراكز المتحرك شاهين حمد بن سعيد دل حطم العامري وصل على خامس المراكز وتقدم في هذه اللحظات. اما سادس المراكز هناك هملول سيد سهيل بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي على سادس المراكز والمركز السابع سابع المراكز هنا غازي خميس بن سالم بن محمد الينيبي وصل في هذه اللحظات وتحرك على ثامن المراكز هنا شاهين علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي الواصل في هذه اللحظات والمتقدم في هذا المسار المركز المركز التاسع تاسع المراكز هنا التحرك من مناور نوصل هنا وصل في هذه اللحظات الويطي بن سعيد بالويطي المحرمي الواصل في هذه اللحظات والمتقدم المركز العاشر هناك جميل وصل في هذه اللحظات وخليفة بن محمد بن زاهر الخيلي هنا عدينا إلى مسامعكم المراكز العشر الأولى ولكن لا بد من العودة لا بد من العودة إلى المركز الأول وإلى الصدارة إلى ملبي من لبال الندى وانطلق بالمركز الأول بشعار عبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي الاكتبي الواصل والمتقدم مع هذا المنعطف الأخير مع المنعطف الخطير ولكن المركز الثاني ثاني المراكز
هناك ثاني المراكز هنا هملول السهيل بن سيف بن السهيل بن كلثم الخيلي والمركز الثالث هناك شاهين حمد بن سعيد بالحطم العامري الواصلون والقادمون والمتقدمون مع الكيلو الأخير ولكن هناك التحرك أيضا والتقدم في هذه اللحظات الجميلة من مناور المتقدم في هذه اللحظات الويطي بن سعيد بالويطي المحرمي هنا وصل في هذه اللحظات وتقدم مع الأسماء المتقدمة الله 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 المركز الأول مع ملبي وملبي مع المركز الأول والكيلو المتر الأخير الكيلو المتر الخطير كيلو الامتحان المركز الثاني هنا شاهين حمد بن سعيد بالحطام العامري وغير الى الصدارة غير هذا الشعار الى المركز الاول هناك الغزال الغزال غير الى الصدارة والمقدمة سعيد بن عوض بالكيله العامري ولكن الوصول والتحرك ايضا من الجانب الاخر والتحرك في هذه اللحظات هناك تقدم من سلهود محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي وايضا الواصل في هذه اللحظات مسير عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي وصل الشامسي وصل بن عميره في هذه اللحظات الخطيره في هذه اللحظات المثيره ليتقدم بن عميره على المركز الثاني على المركز الثاني ولكن القدوم ولكن التحرك هنا على ثالث المراكز هنا قشمري علي بن محمد بن علي العويسي القادم في هذه اللحظات ولكن قادر قادر بن عميرة في الامتار الخطيرة في الامتار الاخيرة هنا ليحقق هذا الانتصار والفوز تهانينا والناموس المالك مسير عبد الله بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي قادما من زاخر وتهانينا الى زاخر والى اهالي زاخر المركز الثاني وصل على ثاني المراكز غشمري علي بن محمد بن حمد العويسي والمركز الثالث وصل في هناك ملبي عبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي والمركز الثالث وصل فيه الغزال راشد بن سالم بن راشد الساعدي والمركز الخامس وصل في شاهين حمد بن سعيد بن حطم العامري إذن تحدي جميل ورائع ومميز هنا مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي ومن فاز بناموسي هذا الشوط مسير عبد الله بن مطر بن حمد بن عميره الشامسي من وصل في الامتار الاخيره وحقق هذا الناموس وتهانينا الى اهالي زاخر وتهانينا ايضا لاهالي سيح صبره على هذا الانجاز الجميل والرائع تهانينا والناموس لحظات الفوز ولحظات الناموس ولحظات الحسم مع هذا الانطلاق الجميل والرائع في شوطنا الحادي عشر في هذا المسار بلغت السرعة 49 كيلو متر في الساعة حيث انطلاقة مسير إلى خط النهاية معلنا هذا الفوز ومعلنا هذا الانتصار والتوقيت الزمني 7:38 وثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس وصل على ثاني المراكز غشمري علي بن محمد بن حمد العويسي والتوقيت الزمني 7:39 وجزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس والمركز الثالث وصل فيه ملبي عبيد بن حمد بن مطوع الاكتبي والتوقيت الزمني على ثالثة المراكز ملبي عبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي الاكتبي والتوقيت الزمني 7:39:09